هو الوجه المشرع لهذا الوطن. لطالما كانت عاصمة الفرات مجمعاً للأدباء والشعراء الذين يتوافدون إليها من مختلف المناطق السورية. كان دأب القائمين على الثقافة هنا هو تنظيم المهرجانات الشعرية والملتقيات الأدبية عبر فعاليات تجذب الزائر إلى هذا المكان على ضفاف الفرات، حيث يجد الأديب فسحة للهواء وملتقا للإكرام والاحتفاء. طبعا لاحظنا في الفترات الأخيرة أن الحركة الثقافية في شمال وشرق سوريا تتطور شيئا فشيئا. هناك الكثير من الفعاليات الثقافية التي تقام في مناطق شمال وشرق سوريا. هناك الكثير من المثقفين الذين يقومون بأدوار مختلفة في ميادين الثقافة. ملتقى نسمات الفرات الذي ينظمه اتحاد المثقفين هنا ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير، بعدما لمس القائمون على الثقافة عطش الجمهور الفراتي لارتياد مجالس الأدب وأماسي الشعر. اليوم أقمنا نشاط ثقافي ذو طابع شعري وبمجال القصة القصيرة أيضا. العنوان كان نسمات فراتية. شارك بهذا النشاط مجموعة من الشعراء والأدباء من الرقة والطبقة ومنبج والقامشلي. ها هي نسمات الفرات تهب من جديد ليشتم عبقها كل عاشق لأريج الأرض والإنسان. طبعا سعيدين جدا بالمشاركة بهذا الملتقى وبهذه الأمسية، ونتمنى أن تتكرر النشاطات الثقافية وخاصة الأمسيات الأدبية في مدينة الرقة. ونشكر جهود اتحاد المثقفين عندما تتفعل هكذا نشاطات ثقافية وأمسيات أدبية، والرقة معروفة منذ القدم بأدبائها وبنشاطها الأدبي والفني وفلكلورها وأغانيها الفراتية. فنتمنى أنه تتفعل هاي النشاطات أكثر وتكون المشاركات أوسع من كل مناطق شمال شرق سوريا ومن كل سوريا أيضا. فالحضارة التي يطمح السوريون لإعادتها إنما انطلقت من الأدب والمسرح وفن العمارة، وهي العلوم التي يملك السوريون أدواتها وبيئتها حتى زمننا الحاضر.